بعد أيها المسلمون، فاعلموا أن الذنب من موجبات البشرية، وأن الحكمة الإلهية تقتضى التركيب الشهوة والغضب في الإنسان، ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانا بل ملكا، ولذا فلا بد أن يقع المرء بالذنوب والمعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإن هذه الذنوب من جملة الابتلاء الذي يتعرض له العباد، فمن ردها نجح وأجر، ومن وقع فيها زل وخسر. ولله وحده الفضل والمنة في توفيق العبد إلى صالح الأقوال والأعمال. هذا واعلموا عباد الله أن الواجب على العبد أن يسارع للتوبة كلما أحدث ذنبا، وليوقن بسعة رحمة الله عز وجل إن أقبل عبده عليه، وليحسن الظن به سبحانه، وليثق بكريم عطائه ولطفه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وليس معنى هذا ترغيب العبد وحفظهم على الذنوب والمعاصي، ولكن هذا فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل وعظيم جوده. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، ولمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب، ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة. واعلموا عباد الله أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة مما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى وانصرنا.